دعامة الرقمية في التكنولوجيا الصناعية. محور الكروبيات هذه المرة مع التنبيل المتعلق كهربائيا. بعد أن رأينا الجزء الأول، الآن مع الجزء الثاني. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، سنحاول من خلال هذا العمل في الجزء الثاني طبعا أن نقدم لك أنشطة مرتبطة بالتنبيه المتعلق الذي تعرفت عليه في الجزء الأول من سلسلة أنشطتي الدائمة. وخلال هذه الأنشطة أي التمارين، حاول أيها التلميذ أن تعتمد أولا على نفسك وتحدد الجواب قبل أن ترى الحل على هذا المورد وهذه الدعامة الرقمية. إذا نبدأ على بركة الله. نعم، التطبيق الأول. طبعا سنحاول أن ننجز 4 أنشطة، ونبدأ بالنشاط رقم 1. إذا إليك مجموعة من الصور التجارية. هذه الصور التجارية هي لمركبات كهروبية، لكل عنصر أو مركب رقم، والمطلوب منك أن تحدد من هذه العناصر ما هو التنبيه المتعلق من خلال صورته التجارية. فمثلا هذا العنصر هو رقم 3، فهل هو التنبيه المتعلق؟ طبعا جوابك سيكون لا. هل هو 4؟ لنرى. ندخل 4، نتأكد. الجواب صحيح، لقد كنت متوفقا في هذا العمل. هذا النشاط الثاني، المطلوب أن نحدد مربطي التنبيه، بمعنى ما هو الأنود وما هو الكاثود، اعتمادا على ما رأيناه في الدرس بأن التنبيه له مربطين مختلفين. الطويل، المربط الطويل يكون أو مسافته طويلة مقارنة مع الكاثود، كما رأينا أن من جهة الكاثود تكون هناك علامة مسطحة. إذن ندخل هنا ماذا؟ رمز أو حرف هذا المربط، ثم في الجهة الثانية ندخل اسم المربط المناسب. إذن وضعت هنا الأنود وهنا الكاثود، فهل هذا الجواب صحيح؟ لنرى. جيد، الجواب صحيح. نتابع الأنشطة. لدينا النشاط الثالث، يطلب منا هذا النشاط بعد أن نستعمل قاطع التيار C1 في هذا التركيب وقاطع التيار C2 في هذا التركيب، أن نحدد ما هو أو ما هي خاصية التنبيه. نبدأ بC1، نضغط هنا، نلاحظ أن التنبيه يشتعل. نعيد قاطع التيار إلى حالته، نلاحظ أن التنبيه ينطفئ. لاحظ بأن A من جهة الموجب، ك من جهة السالب. نعيد. لننتقل إلى التركيب الثاني، نضغط على C2، التنبيه لا يتوهج، دائما التنبيه لا يتوهج. لاحظ بأن ك من جهة الموجب وأ من جهة السالب. إذن يمكن أن نقول بأن التنبيه يسمح بمرور التيار فقط من قطب، نعم، أ نحو القطب ماذا؟ ك. نعم، أتأكد من هذا الجواب. جيد، إذن التنبيه يسمح بمرور التيار من الأنود نحو الكاثود. لنتابع. هذه المرة
لدينا مجموعة من العبارات وهي مرتبطة بالتنبيه المتألق، وهذه العبارات منها ما هو خاطئ ومنها ما هو صحيح. إذا كانت العبارة صحيحة نضع 1، وإذا كانت خاطئة نضع 0. العبارة الأولى: التنبيل مركب كعروب له مربطين متشابهين. إذا لا، أنت متفق معي في هذه العبارة أنها صحيحة أم خاطئة؟ طبعا أنها خاطئة، ندخل 0. العبارة الثانية: التنبيل مركب كهروبي يصدر إشارة ضوئية. طبعا معلومة صحيحة، وجميع التنبيلات تصدر إشارة ضوئية، ندخل 1. العبارة الثالثة: يسمح التنبيل بمرور التيار فقط من الأنود نحو الكاثود. وطبعا رأينا هذا في النشاط السابق بأن التنبيل يسمح بمرور التيار من الأنود نحو الكاثود، إذا ندخل ماذا؟ رقم 1، لأن العبارة صحيحة. العبارة الرابعة: توجد أنواع متعددة من التنبيلات. جيد، إذا صحيح، إذا ندخل 1. التنبيلات أنواع من حيث الشكل والحجم والألوان. بقيت لنا عبارة أخيرة بأن التنبيل الأحمر يشتغل أو يمكن أن يستقبل بين مربطيه 1.5 فولت ويسمح بمرور تيار شدته 10 ميلي أمبير. طبعا معلومة صحيحة وجملة وعبارة صحيحة، ندخل هنا رقم 1. الآن نتأكد من هذه المعلومات التي أدخلناها. ممتاز، إذا أجوبتنا كانت صحيحة، والأنشطة التي أنجزناها كنا موفقين، ونمر إلى النهاية. وشكرا على المجهود وعلى استعمالك لهذا العمل. نمر إلى